كمان شباب متحمسين اليوم، من توقعاتكم راح يغادر اليوم؟ اتوقع انه انا. انت مبدع يا سعد. والله وجودك للرونة يا رب. والله السؤال ليه توقعت انه انت؟ توقعت تبين اقول لك فلان اكيد انه توقع نفسي. ها؟ اكيد اني بتوقع نفسي. سعد رجل مبدع وهذا برنامج ما قصرنا، ما نقول ان احنا كملنا اللي عندنا، لكن ما قصرنا. أقول في المقصر ما جاء منكم تفسير مبدعين، وإن شاء الله قصرنا في الأمور القادم أجمل برا ولا داخل، فأنتم مبدعين ما يحتاج. طبعا توضيح سريع للمسابقة، من ثوب الفخر خياط صدى العروبة